السلام عليكم البنات، مرحبا بي عندكم في هذا رمضان. دائما في الفقرة ديال كوني لالاهم وبشي وتميزة واقتصادية فيتاهم، جيت وجبت لك الجديد، جيت وجبت لك معايا المفيد لصحتك وكذلك لجيبك. اليوم غادي نقترح عليك واحد العصير اللي يمكن انك تخليه مدة اسبوع في الثلاجة، كمية كثيرة من مقادير سهلة وبسيطة واقتصادية، وانا متأكدة 1000% ان اللذة ديالو غادي تعجبك انت ووليداتك. مشينا على بركة الله، بسم الله، ونبداو الحلقة ديالنا، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. ما تنساوش لي لايك. نبداو الحلقة ديالنا، وفي نفس الوقت غادي نعاود لكم شنو جرى وصار مع احدى المتتبعات. وبيني وبينكم قصص كثيرة كتوقع لنا في العالم الواقعي، اللي بعض المرات كنحسوا باننا قرابين منكم، انكم عائلتنا، وفي نفس الوقت خواتات اللي من سني، وكأنني كنعرفكم مباشرة ومن خلال الفيديوهات اللي كنتقاسم معاكم. والله العظيم كتكون فرحة كبيرة ملي كنتلاقى بإحدى المتتبعات وكتقول لي سهام راني موت، أو لأم عبد المغيث ماشي تا سهام، حيت البنات أغلبيتهم عارفين هاد أم عبد المغيث، كتقول لي راني متتبعة ديال القناة ديال كذا، شرف كبير 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 ليا والله العظيم. هنا البنات غادي ناخد واحد جوج تفاحات، غادي نقيهم على جوج، نحيد ليهم هاد العلف. انا خديت هنايا تفاح احمر لانه تيكون حلو، ما غاديش نستعمله بالمره السكر الابيض. وشوفوا المقادير غادي نحسبوها شحال غادي يطلع وشحال غادي تعطينا ديال العصير. يمكن انكم ديروا تفاح اصفر، لكن هاد الاحمر كيجي زوين فيه هذيك القشره ديال التفاح، كتعطي للعصير هذاك اللون اللي تتبقى فيه هذيك الحموريه. غادي ناخذ واحد الطنجره غنوضع فيها هاد جوج تفاحات ديولي اللي تقريبا دايرين 40 ريال، ومازال باقا شي طاليه وحده. غادي ناخذ بنانه بدرهم، غنحيد ليها هاد القشره، ضروري ما تكون بنانه اللي طيبه باش كتعطينا الحلاوه اكثر في العصير، وفي نفس الوقت ما تتشدش، ما كتجيش باينه بالمره النكهه ديالها. حنايا وصلنا 3 دراهم. دابا غادي ناخذ طنجره وغادي نضيف فيها هاد البنانه كيف كتشوفوا، اوبلا. ومن بعد غادي نضيف ربع لتر ديال الماء الاول، وغادا نزيد ربع لتر ديال الماء الثاني، وغادا نوضعو فوق البوطة. غير طلع الغلية نحسب 5 دقائق او 3 دقائق على حسب طياب ديال البنان والتفاح، وطفي ما تخليش يطبخ بزاف، ونزيد جوج حبات ديال التمر. التفاح والبنان والتمر كيطيب فوق الطنجرة مع هذاك نص سترو ديال الماء تقريبا. في هذه الاثناء غادي ناخذ جوج ديال الليمونات، غادا نقيهم نحيد لهم القشره الليمونيه والقشره البيضاء. مشيت للبيمه البنات باش غادي نتقدى نصوب معاكم الفرماج حمر في الدار. مشيت ناخذ الحليب، فاذا بيا كندخل كنلقى واحد السيده كتعمر في واحد الشاريو، واخده هذوك لي فون ديال لي طارت وديال ديال لي كيش بزاف. هذاك الوقت اللي دخلت وانا نقول لها صاحبتي صوبيهم راه ساهلين، يلا كي دخلت من الباب ديال البيم قلت لها صوبيهم راه ساهلين، قلت لها شوفي راه غادي نحرش عليك راجلك، ما غاديش يخلص لك هاد لي فون ديال الكيش وديال ديال لي طارت. صاحبتي نص كيلو ديال الدقيق وكاس ديال الزيت راه غادي يخرج لك شحال. قالت لي قسما بالله العظيم يلا كيف بلاصيتي الطوموبيل، قلت لراجلي هادي راها ام عبد المغيث. وسبحان الله العظيم دي فوا كنتلاقاو مع متتبعات كتكون كاننا كنعرفوهم مباشره، هي ها هي كدوي مع راجلها لداخل، وانا عمري ما زعمت على شي سيده ولو تنتلاقى بهم في مرجان وهذا. وهاد السيده اون فوا دخلت من الباب بانت لي خديت بزاف ديال لي فون ديال الكيش وديال لي طارت ديال، قلت لها علاش لي ما غاديش تصوبيهم في الدار،
هي تقول لي راني متتبعه ديال القناه ديالك. لا والله العظيم سهام غلعجز، غادي نقول لك من هذا المنبر وكنخلي المتتبعات تشهد عليك، ما تعجزيش لان انا عطيتك طريقه سهله، وحاولي ما امكن انك تجتنبي هذا الشيء اللي كيتخاد من على برا، لان اول شيء كيدي مصاريف كثيره، وفي نفس الوقت دي فوا تلقاهم مهرسين او لا ما تلقاهم جداد. والطريقه اللي عطيتك ديال كديري العجينه بلاستيكه وتسدي وتبركي بها على الكيش راها سهله مختلفه على الطريقه العاديه، وانا متاكده غتولي معتمده عندك. غادي نعاود نحطها لك في الرابط باش تجربيها ان شاء الله باذن الله. ودائما كنوجه تحيه لجميع المتتبعات الوفيات اللي كيبعثوا لهنا بالتطبيقات ديالهم في الجروب شهيوات ام عبد المغيث او الاكاديميه الحلوي ام عبد المغيث، وكذلك حتى بالنسبه للبنات اللي كيبعثوا لنا في الواتساب، غير هو الواتساب البنات راه ما تنحلش تصاور، لان دي فوا تيكون سبب لسرقه القناه. هذا الشيء علاش نتمنى انكم تحطوا مباشره في الجروب، منها الناس يستافدوا وفي نفس الوقت تبعوا معنا الحلقات، وفي نفس الوقت تقدوا انكم تشجعوا ناس اخرين وديو فيهم اجر ونحيدوا العجز باش يطبقوا الوصفات. هنا غادي نرجعوا للعصير ديالنا، حديتهم غزل ياك، وهو مازال باقي سخون. هادوك جوج ليمونات حيت لهم القشره وغادي نضيفهم ونبدا نطحن. ضروري ما هو يكون سخون، ضيفي هذاك الليمون وطحني. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميكسور بحال هذا، يمكن لكم انكم ديروا غير الخلاط الكهربائي، طحنوا واحد الكميه هي الاولى، ومن بعد عاد تضيفوا هذاك الماء وتعاودوا عاوتاني تخلطوا او لا تعاودوا تطحنوا. نتمنى انكم تكونوا في الحلقه القادمه اللي غادي نقدموا فيها الفرماج احمر في الدار، اللي ما غاديش يفوت تقريبا 41 درهم او لا 45 درهم على حسب انت بشحال غادي تاخدي الحليب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد الحامضه، غادي ناخدها ونضيفها، نضيف العصير ديالها مزيان بلا ما تعصريه. يمكن لك غير ديري المعلقه باش نقتصدوا على الضو تا هو. الدور ديال هذا العصير الحامضه، اول شيء غادي تهرس لينا الحلاوه اللي كتكون في العصير، لان البنان حلو، التفاح حلو، التمر حلو، والليمون حلو، وفي نفس الوقت باش يبقى محافظ على اللون ديالو بدون ما يكحل ولو يبقى اسبوع. ومهم بالنسبه للوليدات اللي ما تاكلوش البنان بحال ولادي، ما غاديش تبقاي مهرده معاهم على الديسير. من بعد هنا كيف ما شفتوا معايا غادي ناخد واحد ربع لتر ديال الماء اللي غادي يكون بارد، غادي ناخد واحد ربع لتر ديال الماء اللي غادي يكون بارد، وغادي نضيفه على هاد العصير، وكتبقى الكميه. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا من بعد ما كيوجد. كاينه واحد الحيله اخرى اللي يمكن لكم انكم تستخدموا بها هذا العصير او تستغلوا بها هذا العصير بكميه اكثر، لكن كتكون فيها اضافات اصطناعيه. هذا الشيء علاش حاولنا ما امكن اننا نتجنبوا هذه القضيه. اما يمكن لك انك تضيفي 5 لتر ديال الماء وتضيفي معاهم النكهه ديال العصير ديال البنان او ديال التفاح او ديال الليمون، وكتضيفي واحد الماده اللي كتختار لنا العصير. لكن من الاحسن اننا نخليه طبيعي بهذا الشكل، واكيد ان شاء الله باذن الله غادي نخدم معكم عصائر اخرى اللي طبيعيه 100% وكتخرج كميه كثيره. هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، نقول لك تهلاي في راسك بالصحه والراحه، ونتمنى انك تجربي الوصفات اللي كنقدموا ليك وينالوا رضاك، وفي نفس الوقت طبقيهم. وتحيه كبيره لجميع المتتبعات، شكرا خاصه على المتابعه،
شكرا خاص على التشجيعات، ومرحبا بلقاءاتكم في أي وقت في العالم الواقعي، ونتمنى نشوفكم كتطبقوا الوصفات. إلى اللقاء، وتهلاو في راسكم.